نعمل ايه مع بعض دلوقتي؟ هنعمل المشمش بالبرتقال. عندي شويه من المشمش، شويه من البرتقال، عندي عسل، عندي هنا مكعبات ثلج، واخيرا عندي شويه من الميه. طيب على طول كده هنزل مكعبات الثلج والفاكهه بتاعتي. ادي المشمش، برتقال، هنزل بالعسل، واخيرا هنزل نص كميه الميه. شوف بعد كده لو ايه هحتاج ازود.